انا اسمي مراد فعوري، بدرس طب بالجامعه الهاشميه. انا اول شيء بدي ارحب فيكم، بدي احكي لكم شكرا كثير، عن جد كان شيء رائع. مو مشكله ساره ممتاز. مين ساره؟ روان سوري. اول شيء انا بدي ارحب فيكم ترحيب كثير كبير، لانه عن جد بتبدوا تيجوا اليوم. بعرف الصيام، بعرف كل واحد عنده شغله، اخر رمضان العزايم بتكثر، كل واحد عنده مشاكله بحياته، بس احنا اجينا اليوم لنتشارك افكارنا، لاحكي لكم عن تجربتي، لتسمعوني ولاسمع لكم. هلا اذا بدنا نرجع لجوردن فولنتير، اول ما انطلق جوردن فولنتير كانت فكره كثير بسيطه، ما بين طالبين ثلاثه اربعه خمسه، ما بيزيدوا اكثر من هيك، اجتمعوا بشي يوم وحكوا احنا لازم نعمل اشي غير. انا بعرف دار مسنين بالمكان الفلاني، انا حاب اروح ازوره. والله اجتمعوا الشباب ومسكوا ورقه وقلم ومسك واحد هاللابتوب، وانت بدك تجيب عصير، وانت بدك تجيب مي، وهذا بده يجيب معجنات، والساعه الفلانيه بدكم تيجوا، ممنوع التاخير. وشوي شوي صارت تكبر الفكره، ايد على ايد صارت تكبر، صرت انا احكي لصاحبي وهذي بتحكي لصاحبيتها، وهوب ولا صار جوردن فولنتير جزء من حياتنا. هلا انا حابب افرجيكم اياه، انه جوردن فولنتير بطل اشي انه انا يعني بعمله بس، صار هو انا كل يوم بفكر انا شو ممكن اعمل افكار جديده، انا قديش ممكن اوصل ناس، قديش ممكن افيد، شو الافكار الجديده انا بتخطر على بالي عشان انا اعملها واخدم هالمجتمع. يا جماعه مجتمعنا بحاجه لنا، بحاجه لايدي جديده، بحاجه لناس عندهم فكر، لناس مثقفين زيكم، ناس عن جد. يعني مجتمعنا كيف بقول لك؟ بقول لك انا بس بدي حدا يمشي معي عشان انا امشي معه. فانا كثير مبسوط انه احنا هلا وصلنا لمرحله، بعد سنتين وصلنا لمرحله انه مش واحد بيشتغل، مش اثنين بيشتغلوا، عشرات وعشرينات وثلاثينات عم بيشتغلوا، عم بيعملوا ايفنتس، عم بيفكروا بافكار جديده. يعني انا عم بطلع بوجوهكم، كل واحد انا شايف وجهه هلا شفته بيشتغل، وانا بدي زكي هيك لكم، انتم اشتغلتوا معي. انا كل واحد فيكم انا عم بطلع فيه هلا كان حامل يتيم، او كان حامل احتياجات خاصه، او كان عنده قصه مع مسن، او قاعد هيك مع طفل كانسر عماله من جوا قلبه بيبكي، بس هو بيضحك لانه بده يعطيه البوش، بده يعطيه الباور. فانا كثير مبسوط اني انا واحد منكم. التطوع هو اللي عملني انا بحكيها. يعني انا اوكي، فيش الواحد ما بيوصل لليمت، فيش ليمت للشخصيه للتطوع، لانه الواحد يزدهر. بس اقول لكم انا صرت من وراء التطوع. التطوع شيء كثير كبير، شيء بيشغل بيشغل بيثقل الشخصيه، تمام، شيء بيثقل الشخصيه وبيخليكم شيء عن جد اورينتد للحواليكم، عارفين شو بدكم تعملوا، يفرجيك وين مواهبك، وين انت ممكن تنجز، وين انت ممكن تبدع، انا بشو ممكن اسير، غيري كيف ممكن يقدرني. وفي شغله سمعتها انا من حدا يعني، وانا هذه كثير حابب تصير، كل تبعون الشركات يعني انا سمعتها من صاحب شركه بيحكي، انا اصلا اذا بدي اشغل موظف راح اطلع على السي في تبعه اذا قديش هو عامل اعمال تطوعيه، لانه اذا هذا البني ادم اشتغل سنه وسنتين اعمال تطوعيه من غير مصاري، كيف راح يشتغل لما ياخذ مصاري؟ تمام، هذا مثلا من نظره شغل، من نظره شخصيه واسلوب واسلوب حياه، من نظرة انه انت عندك معارف وعلاقات. يعني انا قديش كنت بعرف قبل جوردن فولنتير؟ زيدوا عليهم 2000 3000 شخص بعد جوردن فولنتير بس بالراحة. هذا كلياته اشي جميل. قديه انا تحلي، عملنا نشاطات، طلعت على الراديو، عملنا نعمل دورات، كلياته هذه احنا عملناها ايد بايد، احنا عملناها لانه احنا حبينا نشتغل، حبينا نصير. فانا مو حاب نوقف هون. في كثير ناس بيجوني على نشاط بقول لك خلص، يعني هو بيعتبره رحله، بيجي نشاط بيدفع الدونيشن فيز زي كانه جاي رحله. انا ما بدي دونيشن فيز وما بدي تيجي على نشاط، بس انا بدي اياك تضلك دائما تيجي، انا بدي اياك الفولنتير يصير تدمر، يصير في نشاط عندي مجال اجي فورا باجي. بدي شيء يصير انه انا عندي فكره جديده، باجي على المسؤولين، والله انا عندي فكره جديده، احنا راح نرحب فيك، راح نقول لك اهلا وسهلا، تعال بدك تشتغل ابدا اشتغل ولك النشاط كلياته. فبدي اشوف حماس منكم، حماس اكثر من هيك. احنا ما عم نهدى برمضان وما رح نهدى بعد رمضان، ولا رح نهدى السنه الجايه ولا اللي بعدها ولا اللي بعد بعد. فيعني شكرا كثير لكم ويعطيكم الف عافيه.